هون الخامات عم بيعبوه. والله الخبر سيء. لكن ما في دواء ما في. لا تصور لا تصور. بار 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 بار. أوكي شو تقول كده؟ Against Kobani, an estimate of 180,000 refugees fled into Turkey. They've set up some of these camps, and I'm sure they're not homing 180,000, but I'd be interested to see how these guys are dealing with the situation and find out more about what they think is going to happen next. سر سینور گیر از این بول خانه مشاعتان زار مشهر زیده کن خور بردان مالا نه هم که این شطور بکنه یعنی لا گیر ناقصی یعنی هم که نبی چه یعنی با پس که ویدانا و اویس و مرا اندرا می اوی با حیات می عشبونه ابار قصه ایسا نه بابدا نه بکوانا را کبه نه کوانا بله بن ابا زاری ها بنه جنا بنه نه جیه هره نیسه چار سید ایسا نه آبدا سالا کدانی هم ده حمام سه چهار انسان که چپ کرد نه لازم ملت لازم مرحبا فرصة سعيدة انت من وين؟ كوباني كوباني وجايبه من من لندن او من وين لندن بتجيبوها؟ هون كمان احنا بنجيب اغراض من هيك وهون بنوزع الاغراض وشلون يعني توزعوهم مثلا؟ كل خيمه بنجيب كل مره خيمه واحده المره بتجي بتاخذ ثياب لها ولاولادها ولجوزها بياخذ اغراض لاولادها وشلون حافظه منو 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 ما بده ياخذ او انا بكتب يعني ايش لما نحن نعطيهم هن بياخذوا بس مرحبا ممكن So in this tent is where they sort of pick out their clothes. They've all been donated by a local charity as well. أختنا بتروح بتجيبهم وهن بيجوا بياخذوا طلباتهم منهم حتى جرابات حتى داخليات كل شيء بياخذوا من هون. زين هسه يعني الحمد لله الجو يعني زين بس بالبرد الحمد لله زين بالبرد يعني محضرين نفسكم في كل شيء في كل شيء للبرد بس حمامات ما في حمامات قليلة شفت اي والله لا هي بس التواليتات بس حمامات طبيعية الغسل ما في اه شكرا جزيلا شكرا ممنونة وشنو الخبر مال الناس الداخل؟ والله الخبر سيء الاكل ما في دواء ما في هناك حالتهم صعبه وهواي ناس بالحدود يريدون يدخلون وما يخلوهم ما بي لا دخول ولا خروج ممنوع زين و انت بس عائلتكم هنا؟ ايه يعني كم واحد؟ احنا كلكم هنا 13 واحد هنا انا حرس والله ليش شنو تحرس؟ مشان ما حدا يجي يدخل هيك ويحرق الشوادر كل شيء. The fight just kicked off. They're asking us not to film. تهمشنا مشكلة. So there's so much drama outside. I think it's kind of family dispute, which is understandable because you've got loads of people staying in one tent. العالم متضايق من راحت بيوتهم هنيك هون بالخيمة صغيرة وبكل خيمة يعني كم واحد؟ هون الخيمات عم بيعبوها بس هاي الخيمة فيها شيء 15 شخص يعني ناموا لهن ان شاء الله ترجعون ان شاء الله وبالفرح الله يسمع منك So having visited that clothes shop and the supplies tent, I mean, they seem quite optimistic. They're prepared for colder months and they seem on top of stocks and enough supply for everyone here. But I'm not sure that'll be the case if Kobani keeps going the way it is and it falls into the hands of ISIS and more refugees will be coming out.